أسعد الله مساكم بكل حب وبكل خير في برنامجكم في ضيافتهن. اليوم الحلقة غريبة لكن من غرابتها بإذن الله أكيد بتكون حلوة. تتوقعون أنا وين موديتكم اليوم؟ يلا فكروا شوي. لا شكلكم بتفكرون وايد. اليوم إن شاء الله بوديكم حق وين؟ أوكرانيا. بشوف شنو أطباقهم الحلوة وسوالفهم الحلوة، وراح ألتقي بسيدة فاضلة وأتكلم معاها ودردش، وإن شاء الله تكون الحلقة تحوز على رضاكم. ربطوا حزامكم وتيك أوف على أوكرانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Добро пожаловать в наш дом. Попробовать нашу украинскую кухню. Прошу, проходите. Шикран. ما شاء الله تبارك الرحمن، شو هالاستقبال الحلو؟ هذا إن في أيام الزمان في أوكرانيا يعني أيام زمان زمان بستقبلوا الناس في بحطوا هذا الأحمر، هذا اسمه روشنيك. روشنيك روشنيك زين. بحطوا عليها زي سويت، زي سويت هيك المدور بعض الطريقة، بس مش هيك طريقة يعني. تقريبا هي بس بعملوا زي عجينة، عرفتي كيف؟ بحطوا بالنص المملحة مفتوحة، اللي بيجي الناس بفوتوا، حتى هاي بعملوا في القرص كمان في عرايس. استقبال الضيف. استقبال الضيف. نعم. هلا بفوتوا الارسان البيت، اوكي؟ كل واحد فيهم بقسم الخبزة تحط في الملح وبتعمل الثاني. الله، عرفت كيف؟ ليش؟ انه زي شو معناها هاي؟ يعني شيء تقليدي، يعني تقليد ضيافه يعني. لا هي مش ضيافه، هي مو ضيافه، هاي انه خلص هاي الزوجين العمر يعني. لا اخر ملح هذا بينهم. يعني اخر يقول لك العيش والملح. ايوه العيش والملح. بس كمان تستقبلون في الضيوف. بس بستقبلوا الضيوف بس من زمان، هسه ما في منه هذا حكي. بس صراحه يعني هي شغله وايد حلوه، فكره حلوة. تقليديه، وانتم بعد ما شاء الله بلد جميله جدا. يعني انا مره واحده رحت اوكرانيا، بس وين رحت؟ اي منطقه يعني؟ مره واحده وترانزيت. وين شو شفتي ولا طلعت من المطار؟ ماشي، بس انه يعني من المطار بس 3-4 ساعات بس. لكن انه دائما اسمع ودائما اشوف طبعا مواقع التواصل اليوتيوب، يعني اشوف مناطق جدا حلوه والمناظر حلوه كثير كثير حلوه. تقريبا كم ولايه فيها؟ يعني كم منطقه فيها؟ يعني مش كان يوم الاتحاد السوفيتي كانوا 15 جمهوريه، هسه كل جمهوريه انقسمت لحالها. مدام تتيانا قولي لي بالنسبه حق الجمعات في البيت والاهل، الأعياد، شيء من هذا القبيل، كيف شنو عوائدكم مثلا؟ عوائدنا كلنا طريقة شو اسمه عربية، يعني كلنا عندنا الأوكراني تقاليد أوكراني، ما في في البيت، حتى اللغة لغة رسمية عندنا في البيت عربي. أنا بحب أحكي عربي ما شاء الله تبارك، بحب أحكي عربي وولادي بيحكوا عربي ما شاء الله، وحتى يعني كل الناس بيسألوني ليش ما تعلمتيهم روسي؟ أوكراني سوري، ما شوف روسي أوكراني بخربت مرات. نعم. بحكي لهم ولادي عربي، ولاد ولادهم عربي، جيرانهم عربي، شو بدهم من روسي؟ تبارك الرحمن، يعني متعدد اللغات هم حلو، مش غلط يعني. بس شوفي بناتي تنتين كبار راحوا درسوا سنة في أوكرانيا، بس ما في براكتيك هون، ما عندهم خلص. نعم. كمان شوي بنسوا. ابني صغير اللي عمره 20 سنه ما شاء الله، كنت من اول يوم بعلمه روسي اوكراني، صرت احكي معه اوكراني، بعد ما صار يفهم وين الاوكراني وين العربي. شو صار احكي لي ماما احكي معي كويس. شو معناها احكي معي كويس؟ ما تحكي معي بالعربي. نعم. اطلب حق علي اللي بدي اعلمك روح. انزين مدام تحرصين ان بناتك يتعلمون الطبخ منك مثلا؟ لا.
ما في. لا وشوفي انا هلا بطبخ في البيت اللي موجود، بس اذا اروح على شو اسمه بروح على عمان عند بناتي هم بطبخوا. عمان كمان اكلاتهم لذيذه يعني. هم اسمع بنات اللي هسه مش عارفين طبختي، البنات كبار مش عارفين طبختي شو هي. مدام تتيانا مشكورة ما قصرتي على هالكلام الحلو. أهلا وسهلا بكم. والجلسة البسيطة الرائعة هذه. أعزائي المشاهدين اليوم بننتقل إلى المطبخ الأوكراني. مدام تتيانا اليوم بتسوي لنا طبخة أوكرانية جميلة مثلها، فخلونا نشوف شنو سر النكهة، شنو سوالفهم الحلوة، شنو مقاديرهم، ذيك الساعة نحكم. يلا إن شاء الله أعجبكم. تفضلوا. يلا مشاهدين، والآن مع الفقرة الأهم والمهمة اللي تكون قبل صفرة الأكل، المطبخ الأوكراني اليوم مع الجميلة تيتيانا. مساء الخير. مساء النور. دوبري فيتشر. دوبري. ويلكم. ويلكم. اليوم شنو أكلتنا؟ شوفوا أول طبقة هي شربة، يعني أنا في أوكرانيا لازم يومين شربة. شو اسمها؟ اسمها زيلوني بورش. خير زيلوني بورش؟ دا زيلوني بورش. شو значит زيلوني بورش؟ يس زيلوني بورش كارتوشكا كارتوشكا بطاطا. حلو دا. حلو. شاول شاول بس ما في الشاول هون، بديل الشاول سبانخ. سبانخ دا. دجاج خلاص مسلوق. دجاج اوكراني. قولي اوكراني بعدين عربي. كوريتسا. كوريتسا وارينا. كوريتسا. دجاج مسلوق. دجاج ماركوكا. نعم اوكي. هذا الشومر احنا بنسميه بالعربي بالاوكراني شبت، انا بالاوكراني اوكروب. اوكروب هذا بنحط كل طبخات سلطه شوربه بطاطا بنحط كل شيء. حلو تمام. طيب بيعطي نكهه. هاي اللي خلصنا بطاطا جزر سبانخ كمان رز. رز شنو يسمونه بالاوكراني؟ ريس. ريس 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 ريس. بس شو اسم طبختنا اليوم؟ طبختنا ملم زيلوني بورش. زيلوني بورش اليوم مع المطبخ الاوكراني. يلا طيب الطبخه الثانيه ولا شو؟ لا الطبخه الثانيه. طيب الطبخه الثانيه انا بصير كابوستا. كابوستا كابوستا يعني ملفوف. كابوستا يعني ملفوف؟ طيب مع كارتوشكا. كارتوشكا شو يعني كارتوشكا؟ بطاط. صح. والماركوكا. ماركوكا اللي هو الجزر. صح الجزر. جزر. طيب والاش كمان؟ وبرضه ممكن نحط شوي اكروب. شبنتا. شبنتا احكي اكروب. اكروب اكروب يعني شبنت. مالجت. واي يا جماعه والله تجنن هالمرادي. هاي الطبقه. الطبقه كمان واحده تيجي معنا معسه. معسه؟ معسه. شنو معسه يعني؟ يعني معسه يعني لحمه. لحمه. انزين لحمه استرالي غنم. حلو. طيب وبتيجي معها رز ريس وجزر. حلو. وبنحط احنا بصل مطحون، بس احنا بصل انا بطحنه على الماكينه اساس الناس ما بتحب بصل. نعم ما ببين ما بشوف بس تعطي طعم. اميزنج. طيب اول شيء شو احنا بعمل؟ بعمل مريول. بلبس مريول صح؟ يس. هذا ضروري جدا، بس مشاكل هون المريول اللي بنباع ما في من تحتنا يلا. أوكي. انا هسه هذا بخيط المريول اللي بنحط من فوق ماشي بيتش ورك. إيه؟ انا بعمل بيتش ورك بس ما فيش هسه جاهز حطيته لصاحبتي هديه. بنحط طبقه نايلون وبكند كمان ماشي. مدام تيتيانا تفضلي. توميتو. اوكي كان اي سي. تفضلي. شوفي شوفي يا جماعه شكلها كانه يعني تحفه. هي مخلله على طريقه اوكرانيه. شو داخلها؟ طماطم بصل. شوفي هذا شايفه هذا شبنت وكروب وكروب وكروب. اوكي بصل تشيسنوك. نيت انت تشيسنوك. ثوم. ثوم وبصل. ما في بصل. وفي بقدونس. ممكن تحطي هذا اذا واحد بحب تحط بقدونس. بس صراحه شيء جميل مبدعه. طيب هسه بدنا اللي شو اسمه الطبق. يلا ان شاء الله ستارت. طيب كيف النفسيات؟ اوكي. طيب اول شغله نسيت احكي لكم الدجاج انا بسلكه بنحط كانه شو
بحط الورق غار لابروفي ليست. روغليست؟ لابروفي ليست. والبهارات اللي بدكم اياها، اللي عندكم في البيت بهارات سبيتسي. عجيبة. زين. هذا خلصنا، احنا خلصنا، هينا سوينا شوربي. بسم الله عليك. اوكي. طيب، هاي حطينا شو اسمه. هلا بنحط فيها دجاج. الطبخة تاخذ كم الوقت؟ يعني بدنا ما هي بسرعة تستوي. هي ممكن الرز تاخذ شوي بس عشان ما نكون ذاتس اوكي بس فور الشوربه يعني هاو ماني يعني 20 دقيقة ان شاء الله. يس 20 دقيقة مع تيتانيا. يلا طيب حطينا الدجاج. طيب حطينا الدياي بالماي. ها بالماي كوريتسون положيلي كوريتسون. اوكي هذا هو. تاك تبير نعم دا بلاجيت. يس سبانخ. يعني بدنا نحط سبانخ. اوكي شوف كمية سبانخ زي ما انتو بتحبوا. اوكي السبانخ طبعا في لها فايدة حلوة. بعدين هاي طريقة سبانخ مش سبانخ زي بعملوا في الأردن. السبانخ في الأردن بعملوا غير يعني بدون هاي شغلات. حلو. اللي أنا بحط شنو الفرق بين سبانخ الأردن وسبانخ؟ لا 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 اللي فوق اللي فات بطريقة شو اسمه الطبيخ بس. الطبيخ. طيب حلو. أوكي. تمام. طيب حطينا سبانخ. حطينا السبانخ. احنا بنحط شايل بضل شو اسمه بضل شو اسمه هو بطاطا. بسم الله الرحمن الرحيم. خذي راحتك يا حبيبتي. لا يعني عادي بقول انت تبين معنويات حلوه في المطبخ. لازم. خلاص اعطيك المعنويات. طيب حطينا بطاطا. كرتوشكا. كارتوشكا. أيوة. كارتوشكا 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 ماركوكا. ماركوكا. واي اليزر اسمه ماركوكا. نسيتيني خالي. شنو؟ والكفوف واللي ندعفة واللي مش عارف. نظارة. انتي نظيفة. بعد اذنكم انا ما يشوف مزبوط. هاي حطينا الجزر. ما حطينا صح؟ ماركوكا. ماركوكا. ماركوكا صح. عليك شنور. حطينا ماركوكا. يا حلوج يا حلوج يا حلوج. شوفي اذا شفتوا كثير حطينا شغلات. اللي شو اسمه ممكن زيدوا ماي ما في مشكله حسب. نعم. كيف بتحبوا. بس حلو. هي لازم شوي جامده. لازم نحط ماركوكا. لازم نحط ماركوكا كانيشنا. ماركوكا بالذات لنا بالتنينات. ان شاء الله ان شاء الله ليش لا. فهمتين حبيبه قلبي. طيب. حبيبتي حطينا ماركوكا. فظيعه فظيعه. هذا تقريبا خلصنا من شنو؟ من الشوربة. شوفوا بعدين بس استوي. انا بحب احط عليه بيض مسلوق. ليه؟ هيك طبخة. يلا طيب خلاص الشوربة خلصنا. تفضل. اوكي خلينا نحط هاي العين الثانية عشان نبلش. قطعة ماجي. في ناس بيحكوا ما بصير في ناس بيحكوا بصير. شنو هو؟ قطعة ماجي. قطعة ماجي موجودة. هي صح موجودة هنا بس أنا بحب أحط. خلص تاك توت مي почти закончили. شوف смотри укроп мы ложим последнюю очередь. Значит что значит? Значит укроп احنا بنحط آخر شيء. هسه بدنا نسويه ايش؟ نحط هاي الكابوستا. كابوستا. عشان بتدوب بتنطبخ. طيب شوف احنا اول شيء بنعمل كابوستا عشان تستوي وما بت هذه الطبخه الثانيه. هاي الطبخه الثانيه الملفوف هذا قطعناه. بعدين بدنا نحط ملح عليها وبدنا شوي نسوي هيك عشان ما تطلع بس نطبخ ما بتطلع هيك القرط تكرط صح؟ حلو. طيب خلصنا اوكي؟ هسا بنجيب الكلاي او طنجره احسن. انا راح اوصف الحدث لان هذا حدث تاريخي بالنسبه لي المطبخ الاوكراني. تفضلي هاي حطيناها اوكي؟ حلو. طيب نحط زيت. انا بستعمل زيت الكوكو كوم الزيت زيتون؟ لا زيت زيتون ما بصير تنطبخ فيه. ها؟ ما بصير. شلون؟ ما بصير نغلى زيت زيتون. يلا. ما بتعرفي؟ نو خذي معلومة. اوكي حطينا زيت. طيب هسا كمان شو بنحط هذا وبنوطي تحتيه بدنا نخليه قال شوي بدل بنوطي تحتيه
هسا شوف شايفه هاي بعد شوي بصير نص. معقوله؟ بتذوب. شلون تذوب؟ هيك تذوب. الملفوف يذوب؟ شايفه؟ بحكي لك طبخه اوكرانيه. شلون يذوب؟ هسا بتشوف شلون يذوب. ده بذوب. وي وين بتروح ما بعرف. حرام. شو اسمه؟ شو هو؟ الملفوف؟ هذا نصيبه، شو بدنا نعمل؟ يختفي. إذا ما رح تحط المرقوقة؟ مرقوقة؟ لا مرقوقة، مرقوقة بنحط ما بطاطا بعدين. هلا هسا بدنا نقلي بطاطا عشان نحط هاي بطاطا، بس استوي هذا ملفوف. لا استنى شوي، خلينا نسوي لحمة أصلاً السريع. يلا. هو لحمة بدوش شيء، هاي لحمة بتستوي بسرعة. هذه مع نفس الطبخة صح؟ لا هذا طبخة غير، هذا الطبخة نزيفايتسا بلوف. بعد شوي نوطي غاز خليه هيك يشرب استوي براحته، وكل شوي بدنا نحرك لازم عشان ما يلزق. كم مدة هذه الطبخة؟ ان شاء الله برضه ما بتطول. هو اسمعي، هو برضه بيختلف ايش نوعية الدجاج، نوعية اللحمة، نوعية اللي حتى الملفوف، حتى بطاطا. ممكن تحطين دجاج اورجانيك يطول اكثر. شوف عسى بدنا نسوي لحمة عسل للبلوف. بلوف انه هذا الرز اللحمة جزر. اوكي. طبعا بهارات والبصل والثوم شوي. طيب شو بدنا نعمل؟ احنا بنحط هذا بدنا نحط لحمة بالكيس. ليش تحطينه بالكيس؟ اوكي اوكي. عشان بدنا ندوق عشان ما يطير على حلوين. كيف بدك تروحي بعدين كلك لحمه؟ ما علي حبيبتي، انا راضيه ما دام مطبخ. لا 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 لا، جايه عندها شو اسمه على الاوكرانيه بتروحي انت عليك اللحمه. مو مشكله ما دام جايه مطبخ اوكرانيه تحمل. لا مش هيك. طيب بدنا نحط كيسين اساس انه ايش؟ ياخذ المي كيس ما يخرب، ما هي خفيف هذا. حلو، تبين اساعدك بشيء؟ لا لا حبيبتي خذي راحتك، انت دافي دافي بعد ثلاث ايام. اوكي. عجيبة عجيبة عسل. اوكي هسا بدنا نسوي نحط هون اول شيء بنحط لحمة بدون شيء عشان هسا هي بتنزل مي. اوكي لازم اي لازم اي اللحمة مغسولة وخالصة ما في داعي للتغسيل كمان مرة، حتى لو كثرت التغسيل اللحمة بتطلع ناشفة. اوكي بنحط لحمة هون بعليه وبدنا نغطي. شوفي كيف دابت؟ عجيبة والله. طيب هسا بحكي لكم بنحط بصل. الله ريحة الأكل فظيعة. لسه ما حطيناش شيء. قاعدة أشم؟ لحمة يمكن. شوفي حطينا بصل. حطينا بصل. شوية شكفة تومة. بدنا نحط شوية مي. عشان ايش؟ هي ماي ما بتدور بعدين ما مشكلة. بدنا نسكر. شايفة كيف؟ ايش معنى ماي مدام؟ عشان اللي بيسحب مثل مهروس. تعال خلص شوفي لحمة نشفت اوكي؟ ما شاء الله. طيب. تبارك الرحمن. بنوطي على الأخير بنحط الزيت. ما شاء الله ما شاء زيت. الله طيب نحط هذا البصل اللي حطيناه. تبارك الرحمن لا اله الا الله. هذا مع البصل، حطيت البصل كله مع اللحم. سوري استني بس اشوف الملفوف عشان لزق. بتروح ايه لزق بتروح علينا الطبخه. بحط الكركم شوي مش كثير بس انا بحب الكركم. بحط البهارات مشكله. الكركم أي بهارات مفيد. مشكله بس بدون مش شو اسمه مش بحرق. الكركم مفيد. طيب شوفي حطينا بهارات. شم ريحتهم فظيعه بخور. طيب هون هسا بدنا نحط ايش؟ جزر. مرقوقه، نفس المرقوقه مالتنا. ايش الخطوه الثانيه بعد هالاكل؟ هلا بدنا نحط شوي عليها مي. نعم. وتغطي وخليها هيك تستوي هيك النار هديه
وبعدين بجيب الطنجرة بحط عليها رز وخلصت وراحت. طبخة جاهزة. معقولة؟ أي. شو اسم طبختنا اليوم؟ طبخة زيلوني بورش. زيلوني بورش. راهو أوشنويا. راهو. راهو أوشنويا. إي بلوف. إي توف. بلوف بلوف. إي يعني أنت. بلوف اسمها بلوف. أنت. أنت بلوف. أعزائي المشاهدين وصل الآن إلى نهاية هذا المطبخ العجيب اللطيف الظريف، المطبخ الأوكراني مع السيدة الجميلة، وسوينا طبخات أوكرانية جميلة، وأكيد إن شاء الله تكونون استمتعتوا معنا. وبعد هذا راح نروح وياكم إلى أهم فقرة في البرنامج، وين طبعا بتكون على طاولة الطعام. أعزائي المشاهدين وصلنا معكم الآن إلى نهاية هذه الحلقة من المطبخ الأوكراني، وكنا مع السيدة الجميلة الرائعة تاتيانا من خلال هذا المطبخ الجميل والطبخات الجميلة الأوكرانية. بصراحة أنا تعلمت واستفدت، وأتمنى أنكم أنتوا تعلمتوا واستفدتوا، كانت حلقة جدا مميزة. شكرا ألف شكر لك من القلب يا الجميلة تاتيانا. أهلا وسهلا بكم. وبعدين أنت تعلمتي شغل كم كلمة أوكرانية طبعا، يعني هسا بطلع لك تروح أوكرانيا أكيد طبعا. ليش على راسي والله. ما هذه الطبخة؟ هذا اسمها راغو أوشنويا. راغو أوشنويا. راغو هذا سينينكيا. هذه الشوربة زيلوني بورش. زيلوني بورش بعد شنو؟ دي بلوف. لوف بلوف 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 وطن العيش. نعم نعم نعم. الأخير هذا بلمي وارينيكي. это وارينيكي с картошкой и грибами. هذا العجينته زي عجينته الشجبرك، بس بنعمل بالطريقة إنه أنت تعملي الدائرة وبتحطي جوا الحشوة بطاطا مع بطاطا بيوريه. يس. تعرفتي بطاطا بيوريه؟ يس. والتكلي مرقوقة. التكلي الفطر. فطر قطع صغيرة تخلطي مع بعض بتحطي جوا بتسكريه زي بتسكري شوشبارك. اوكي. عمرك طبختي شوشبارك؟ اكيد طبعا. شوشور طبعا. لا انت بتطلع لي زي مش فاهمه يعني شو يعني تسكري. انا فاهمه بس لا فاهمه أوكي. والله فاهمه. تسكري وخلص. عشان المشاهدين وصلنا معكم الان الى نهايه الحلقه، وحبيت اتشكر منك مدام تاتيانا على هذا الافطار الرائع وعلى استقبالك الراقي جدا جدا جدا. شكرا لك من القلب. пожалуйста. И большое спасибо вам за то, что вы пришли в мой дом, выбрали меня, положились на мою еду, хотя ни разу не пробовали ее. Вот. И я надеюсь, что вам все понравится. الله يسلمك. بعد قلبي ما قصرتي. انا عارفه انك انت شكرتينا بالاوكراني وشكرتي الستاف وشكرتي كل شيء، وقلتي ان شاء الله راح يعجبكم الاكل. ايش رايكم فيني وانا اترجم من الاوكرانيه الى اللغه العربيه؟ بحكي لي خلاص جاهزه الاوكرانيا انت. خلاص خلاص صفى عليك ولا يهمك. خلاص تعالي بستقبل هنا. تعالي انا اوكرانيا بورجي لك شغلات كثير حلوه ان شاء الله باذن الله اذا الله سهل. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكراً لكم أعزائي المشاهدين. إن شاء الله راح نلتقي وياكم في حلقة جديدة مع دولة جديدة. تحياتي. الله يعطيكم العافية.